مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الصيني المال والأعمال. أنا بين لي وأحييكم من بكين. شهد اقتصاد الصيني نموا سريعا على مدار 30 عاما، بيد أن وتيرة هذا النمو تراجعت بفعل أزمة المالية العالمية طلعت عام 2008. ويطلق الصينيون على هذه المرحلة اسم مرحلة الوضع الطبيعي الجديد، والتي لا يقتصر حساب معدلات التنمية الاقتصادية بها من خلال حجم الناتج المحلي فحسب، بل من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي أيضا. افتتح في شهر فبراير من هذا العام أطول نفق للسكك الحديدية في آسيا الوسطى، والذي يصل طوله إلى 20 كيلومترا، ويمثل أكبر مشروع تعاوني بين الصين وأوزبكستان. وقد اكتنف بناء هذا النفق العديد من الصعوبات نظرا لمروره عبر 7 من الصدوع الجيولوجية لجبال تيانشان، وهو ما جعل بناءه يستغرق أكثر من 20 سنة منذ تخطيطه. وسيسهم هذا النفق في تيسير تنقل السكان المحليين الذين كان يتعين عليهم عند التوجه إلى العاصمة قطع مسافة طويلة يدورون حولها حول كيرغيزستان أولا. 可以说这是一条通往成功的铁路，也是一条把中乌两国联系得更紧密的路。 ويقع خط السكك الحديدية هذا على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ويرتبط بشريان السكك الحديدية الدولية بين الصين وكيرغيزستان وأوزبكستان، وهو ما يدعم قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في آسيا الوسطى بل وفي أوراسيا بأكملها. في عام 2013 طرح الأمين العام شي جين بين مبادرة الحزام والطريق، ومنذ ذلك الحين وقعت الصين اتفاقات تعاون بشأن بناء الحزام والطريق مع أكثر من 30 دولة مثل تركيا وبولندا وغيرها، وقد تم استكمال عدد من مشاريع الربط والتعاون الإنتاجي. في الوقت نفسه بدأت المزيد من الشركات الصينية جني الثمار التي جلبها تعميق الانفتاح. فبعد شهر واحد فقط من دخول اتفاق التجارة الحرة بين الصين وكوريا الجنوبية حيز التنفيذ، باتت إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج مواد التكنولوجيا الفائقة بمقاطعة شندون تتمتع بمعاملة تفضيلية من قبل الجانب الكوري الجنوبي، حيث انخفضت الرسوم الجمركية لمنتجاتها المصدرة إلى كوريا الجنوبية من 6.5% إلى الصفر، ومن ثم ألحق منتجاتها أكثر تنافسية في السوق الكورية الجنوبية. خلال فترة الخطة الخمس الثانية عشرة أصبحت الصين الدولة الأكبر في تجارة السلع بالعالم، وفي عام 2015 وصل حجم الاستثمار الأجنبي في الصين إلى 126 مليار دولار أمريكي، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم، بينما بلغت استثماراتها في الخارج 118 مليار دولار، وهو ما يمثل المرتبة الثالثة عالميا. وباعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أضحت الصين قوة هامة في تشكيل الهيكل الاقتصادي الدولي. ألقى رئيس الصيني شي جين بينغ مفهوم الوضع الطبيعي الجديد أول مرة خلال جولة تفقدية له بمقاطعة خنان في مايو عام 2014. وبعدها بستة أشهر طرح رئيس شي رسميا هذا المفهوم وقام بتفسيره في مراسم افتتاح قمة الأبيك. وأشار رئيس شي إلى أن الاقتصاد الصيني يمر الآن بمرحلة ما يسمى بالوضع الطبيعي الجديد، الذي يتسم بالخصائص التالية: أولا، تباعد سرعة نمو الاقتصاد. ثانيا، الاهتمام بتحسين هيكل الاقتصادي وبذل جهود لتحفيز استهلاك المحلي والعمل على تقليص فجوة تنمية بين المناطق الحضرية والريفية. ثالثا، تحول بتنمية الاقتصاد الصيني من الاعتماد على الاستثمار إلى الاعتماد على الإبداع والابتكار، ما سيخلق فرصا جديدة لتنمية اقتصادية بالصين.
وفيما يتعلق بحل المشاكل الاقتصادية الهيكلية، أوضح الرئيس أنه لا يجب الاعتماد على سياسات تحفيز المال فقط، بل لا بد من تركيز الجهود على تعديل الهيكل الاقتصادي وتحقيق توازن بين العرض والطلب. هذا وأشارت أحدث البيانات إلى تحسن أداء مؤشر مديري المشتريات في شهر مارس الماضي، ولا سيما مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الذي سجل مستوى تجاوز 50 نقطة، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الحكومة الصينية لدفع مسيرة إصلاح جانب العرض ودعم التجارة الخارجية وزيادة الاستثمار في الأصول الثابت وإعادة هيكل القطاع الصناعي. وقال بعض الخبراء إن تحسن مؤشر المديري المشتريات بهذا الشكل الملحوظ دليل على أن الاقتصاد الصيني يمضي بخط جيد، متوقعين استمرارا هذا الاتجاه في المستقبل. وللمزيد من الحديث حول هذا الموضوع تابعوا نقاشنا مع ضيفنا الكريم، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أحييكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، اليوم يسرنا أن نستضيف في استوديو أستاذ دسوقي عبد الحميد خبير الشؤون الاقتصادية لمناقشة معنا حول موضوع الاقتصاد الصيني. أهلا وسهلا أستاذ دسوقي. نعم، نرحب دائما في برنامجنا. يعني في البداية نعلم أن الصين الآن لا تركز على سرعة النمو ولكن على جودته، فما هي خطوات الحكومة الصينية في هذا الصدد حسب رأيكم؟ نعم. هو طبعا نعلم أن الصين الآن تمر بما يسمى الوضع الطبيعي الجديد. صح. هذا الوضع الطبيعي الجديد هو ناتج عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، وهذا بالطبع ألقى بظلاله على نمو الاقتصاد الصيني. نشاهد في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة أن الاقتصاد الصيني تباطأ نموه، فبعد مثلا أن كان يسجل في السنوات السابقة معدلات يعني تتجاوز 10 نقاط مئوية، تراجع في السنوات الأخيرة إلى 8 ثم 7، ثم في العام الماضي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ حوالي 25 عاما إلى 6.9%. طبعا يعني هذا التباطؤ يعني كان بمثابة جرس الإنذار للمسؤولين الصينيين، وهو ضرورة السعي نحو نمط من التنمية للاقتصاد الصيني هو يعني مستدام، يعني لا يكون يعني متأثر كثيرا بالهزات الخارجية أو بالأزمات الخارجية. من هنا نجد أن الاقتصاد الصيني الآن يمر يعني أو يسعى إلى ما يسمى بالتحول الهيكلي. الصين الآن تريد تحويل أو استبدال محركات نمو الاقتصاد الصيني من اقتصاد يعتمد على التصدير ويعتمد على الاستثمارات إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي وأيضا يعتمد على الابتكار والإبداع وهكذا. فمن هنا يعني نجد أن عملية التحول الهيكلي هي نمط مهم جدا أو جهد مهم جدا بالنسبة للصين في الوقت الحالي للارتقاء بجودة التنمية الصينية وجعل هذه التنمية أكثر استدامة. في خطة في تقرير العمل للحكومة خلال هذا العام نجد أن الحكومة وضعت نطاق للنمو يعني هو أضعف من السنوات الماضية بين 6.5% إلى 7%، وذلك لتكون حتى تكون هناك مرونة في عملية التحول الهيكلي للاقتصاد الصيني. ليس تركز على أرقام معين. بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. ليس هناك تركيز على رقم محدد ولكن نطاق، وهذا لأول نطاق مرة يحدث في الصين. كذلك أيضا نجد أن في يعني خلال الدورتين السنويتين اللتين عقدتا في شهر مارس الماضي نجد أن الحكومة اعتمدت الخطة الخمسية 13، وفي هذه الخطة يعني برزت استراتيجية جديدة بالنسبة للصين، يعني هي استراتيجية إصلاح جانب العرض. هذه الاستراتيجية أيضا تهدف إلى الارتقاء بجودة المنتجات الصينية وجودة المعروض من السلع الصينية بالأسواق الصينية. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين شقي العرض والطلب، تهدف إلى تحريك مواد الإنتاج من القطاعات ذات الكفاءة المنخفضة إلى القطاعات ذات الكفاءة العالية، وأيضا
أيضا تهدف إلى التركيز كما ذكرنا على يعني جودة السلع والخدمات الموجودة في الأسواق الصينية. من هنا نجد أن يعني الجودة باتت هي الأهم يعني أو الكيف، يعني لا الصين الآن تتحول من الكم إلى الكيف، يعني الكيف هو شيء الأهم الآن بالنسبة للاقتصاد الصيني. نعم، وأيضا يعني أستاذ في يعني سنوات الأخيرة يعني تولي الحكومة الصينية أهمية البالغة لقضية البيئة، وتركز أيضا على مفهوم تنمية الحضراء، فهل يمكن أن تحدثنا عن هذا الجانب؟ نعم، هو خلال العقود الماضية يعني الصين استطاعت بالفعل أن تحقق معدلات تنمية سريعة للغاية، لكن يعني كان لهذه التنمية السريعة أيضا حساب كبير وثمن فادح على حساب البيئة وعلى حساب جودة الحياة بالصين بشكل عام، بسبب يعني الكمية الكبيرة من الملوثات التي يعني الناتجة عن يعني التصنيع والمصانع وهكذا في الصين. الآن نجد كما تحدثنا منذ قليل عملية التحول الهيكلي التي تقوم بها الصين، هي تهدف في الوقت ذاته أيضا ليس فقط الارتقاء بجودة الخدمات والسلع، وإنما أيضا الارتقاء بجودة التصنيع في الصين، الارتقاء بتكنولوجيا التصنيع في الصين. الصين في خلال عملية التحول الهيكلي تريد التخلص من المصانع القديمة الملوثة للبيئة واستبدال هذه المصانع بصناعات أخرى يعني ذات تكنولوجيا أعلى وذات طاقات إنتاجية يعني أكثر نظافة وأكثر اخضرارا. يعني في تقرير عمل الحكومة لهذا العام أيضا يعني برز مفهوم التنمية الخضراء والاقتصاد الأخضر، يعني هذا يعتبر من المفاهيم الجديدة للتنمية في الاقتصاد الصيني والتي تركز عليها الحكومة بشكل كبير. فكما ذكرنا يعني أولا عملية التحول الهيكلي هي تهدف إلى يعني تطوير الصناعات حتى تكون يعني ملائمة للبيئة، وحتى تكون هذه الصناعات يعني ذات تنمية ملائمة للتنمية الخضراء. أيضا في تقرير عمل الحكومة نجد أن يعني هذا التقرير دعا إلى يعني بناء يعني منظومة حديثة للطاقة في الصين. هذه المنظومة تتسم بأنها منخفضة الكربون، وتتسم أيضا بأنها يعني ذات فعالية كبيرة، وأنها منظومة حديثة للطاقة. أيضا يعني دعا التقرير إلى بناء شبكة متكاملة ومتناغمة للطاقة على مستوى الصين بشكل عام. كذلك أيضا نجد أن يعني هذا التقرير دعا الصين إلى يعني السيطرة على الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعهدت الحكومة الصينية في هذا التقرير بتقليل يعني نسبة استهلاك الطاقة لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4%. أيضا يعني تعهدت الحكومة الصينية بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين أيضا بنسبة 3%. يعني هذا يعني يدل على أن الحكومة الصينية يعني تمضي بخطى جيدة جدا في هذا الإطار، وأنها يعني حريصة كل الحرص على يعني إقامة اقتصاد أخضر في المستقبل، وأن تكون التنمية يعني هي تنمية خضراء في المستقبل كما أنها يعني تنمية مستدامة في الوقت ذاته. نعم، وأيضا يعني بإضافة إلى مفهوم تنمية الخضراء يعني أيضا يوجد يعني بعض المفاهيم الجديدة للتنمية بالصيني، فمفهوم التنمية المدفوعة بالابتكار، فما هي جهود الصين حيال ذلك؟ نعم، هو طبعا الابتكار والإبداع يعني لا غنى عنه بالنسبة لأي دولة يعني ناشئة وتنمو بوتيرة سريعة كما هو الحال في الصين. الصين الآن تريد التحول إلى عصر التصنيع الرقمي، تريد الدخول إلى مرحلة التصنيع الذكي. الصين تريد تقليل الاعتماد على العنصر البشري بشكل أكبر حتى تعالج مشكلة نقص الأيدي العاملة في بعض المدن هنا في الصين. الصين تريد أيضا بناء علامات تجارية قوية تستطيع من خلالها الدخول إلى الأسواق. نعم، كذلك أيضا الصين يعني لا تريد أن تكون رهينة للتكنولوجيا الخارجية. الصين تريد الاعتماد على التكنولوجيا الخاصة بها، وتريد أن تقلل من اعتمادها على التكنولوجيا الأوروبية أو التكنولوجيا الأمريكية. من هنا نجد أن الصين تسعى يعني إلى التركيز على عملية الإبداع والابتكار، وذلك من خلال رعاية المواهب و
تطوير مراكز البحوث هنا في الصين بشكل كبير جدا. كذلك أيضا نجد أن الصين يعني وضعت خلال العام الماضي أطلقت خلال العام الماضي خطة عشرية اسمها خطة صنع في الصين 2025. نعم، هذه الخطة تبدأ من عام 2015 إلى عام 2025 وتهدف إلى الارتقاء بجودة الصناعات الصينية وتطوير هذه الصناعات بشكل كبير جدا وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى هذه الصناعات، والأهم من ذلك أيضا التخلص، يعني أن تتخلص المنتجات الصينية من يعني السمعة التي التصقت بها من أنها منتجات يعني جودة منخفضة جودة منخفضة وأنها منتجات رخيصة إلى أن يعني أنها منتجات ذات تكنولوجيا عالية أو منتجات متطورة وأيضا منتجات يعني تلبي احتياجات المستهلك وليست يعني وأيضا بسعر يعني ليس رخيص أيضا. أيضا إلى جانب خطة صنع في الصين 2025 نجد أن الحكومة الصينية أطلقت العديد من المبادرات الأخرى مثل استراتيجية إنترنت بلس أو خطة إنترنت بلس، والتي تهدف أيضا إلى إدخال يعني تكنولوجيا الإنترنت إلى الكثير من الصناعات الموجودة في الصين والارتقاء بجودة هذه الصناعات والقيمة المضافة لهذه الصناعات. كذلك أيضا الصين الآن تقوم بتطوير تكنولوجيا الجيل الخامس من الاتصالات، وكذلك أيضا العمل على خطط يعني الحوسبة السحابية واستراتيجية البيانات الكبرى وأيضا إنترنت الأشياء والتركيز بشكل أكبر على صناعة الروبوتات وتفعيل دور هذه الروبوتات في مجال التصنيع بشكل كبير جدا حتى يعالج يعني كما ذكرنا مشكلة نقص الأيدي العاملة وتقليل تكلفة المنتج الذي يصل إلى المستهلك بشكل يعني في النهاية، لأن كما ذكرنا عندما نقلل يعني العنصر البشري في إنتاج يعني السلع والخدمات هذا سيؤدي في النهاية إلى تقليل تكلفة المنتج النهائي بما يصب في صالح المستهلك. فالصين تحرص يعني كل الحرص على عملية الإبداع والابتكار حتى تتحول من دولة صناعية يعني كبيرة إلى دولة صناعية قوية. نعم، بلا شك أن الإبداع والابتكار يكون قوة يعني مهم جدا لتحفيز اقتصاد الصيني الآن. أعزائي المشاهدين، لنواصل حوارنا لكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. حضر الرئيس شي والملك سلمان حفلا في مركز الملك عبدالله لبحوث ودراسات البترول، وذلك لتدشين مصفاة النفط يسرف المقامة في مدينة ينبع الصناعية، وتعد المصفاة أكبر استثمار صيني في المملكة. We had more than 60 experts in refining to contribute to preparing the facility, preparing the people. وبالإضافة إلى مصفاة النفط في ينبع، أعلنت الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، حيث يأمل الجانبان إبرام اتفاقية التجارة الحرة الشاملة بينهما في هذا العام. كما انطلقت رسميا المرحلة الثانية لمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري الصيني المصري، والتي ستوفر بعد الانتهاء منها أكثر من 10,000 فرصة عمل في مصر. ومع تنامي الاستجابة من قبل المجتمع الدولي، يزداد عمق التعاون على طول الحزام والطريق يوما بعد يوم، ليتوسع من التعاون في مجال الطاقة إلى التعاون العملي في مجالات التجارة والتمويل والاتصالات والفضاء والتغير المناخي وغيرها من المجالات. 一带一路这个战略倡议的提出呢，实际上是一个中国啊在新时期啊对外开放的顶层设计。那么也是我们经济外交的啊一个顶层设计。في عام 2015 حققت مبادرة الحزام والطريق الكثير من الإنجازات، حيث بلغ حجم الاستثمارات الصينية في 49 دولة واقعة على طول الحزام والطريق أكثر من 14.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت 18.2% على أساس سنوي. كما وقعت الشركات الصينية 3987 عقدا جديدا لمشاريع مختلفة في 60 دولة على طول الحزام والطريق، وبقيمة بلغت 92.6 مليار دولار أمريكي. مرحبا من جديد.
أهلا وسهلا أستاذ. يعني نعلم أن رئيس الصيني شي جين بينغ أطلق في عام 2013 استراتيجية أو مبادرة حزم والطريقة، ويعني تعتبر هذه مبادرة يعني أهمية كبيرة، فهل يمكن أن تؤدينا خلفية حول المبادرة الحزم والطريقة؟ نعم طبعا نعلم أن يعني تقديم هو يعني يرجع تاريخه إلى ما قبل الميلاد، حينما كان الصينيون يعني يصدرون إلى العالم من خلال هذا الطريق منسوجات الحرير يعني التي برعوا في غزلها وفي نسجها وأذهلت العالم في ذلك الوقت. الصين الآن يعني تتبنى استراتيجية جديدة أو مبادرة جديدة، هي مبادرة تسمى مبادرة الحزام والطريق أو الحزام، وهي تعني يعني الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري وأيضا طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين أو طريق الحرير البحري. يعني طبعا الصين تهدف من خلال هذه المبادرة مبادرة الحزام والطريق إلى يعني تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري وحتى الثقافي أيضا مع كل الدول والاقتصادات الواقعة على طول الحزام والطريق. في الحقيقة يعني الدول الواقعة على طول الحزام والطريق يصل عددها إلى حوالي 40 دولة، ويصل تعداد السكان على طول هذه على طول الحزام والطريق إلى حوالي 4 مليارات نسمة، بما يعني أنها سوق كبيرة جدا. أيضا يصل الواقع على طول الحزام والطريق إلى حوالي 20 تريليون دولار أمريكي، يعني نحن أمام سوق ضخمة جدا إذا استطاعت الصين أن فعلا تحقق التواصل والتعاون مع هذه الاقتصادات، فسيعود بالفائدة الكبيرة ليس على الصين فحسب وإنما على الاقتصاد العالمي ككل. هذه المبادرة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بين في قازاقستان في سبتمبر عام 2013، وبالتحديد هي استراتيجية الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري. وفي اكتوبر من نفس العام يعني اطلق ايضا الرئيس الصيني شي جين بين يعني مبادره الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين من باكستان. في الحقيقه يعني هذه الاستراتيجيه هي تمثل جوهر الدبلوماسيه الاقتصاديه للصين في الحقبه الراهنه او في الوقت الراهن. هذه الاقتصاديه يعني تهدف كما ذكرنا إلى يعني تعزيز التواصل بين الاقتصاد الصيني وهذه الاقتصادات، وتعزيزا وتفعيلا لهذه المبادرة قامت الصين في أواخر عام 2014 بإطلاق صندوق اسمه صندوق طريق الحرير أو صندوق الحرير لتمويل المشاريع التي تهدف الصين إلى إنشائها وإقامتها على يعني الاقتصادات في الاقتصادات الواقعة على طول الحزام والطريق، وبالتحديد يعني مشاريع في مجالات البنية التحتية وهكذا. الآن تقريبا بعد طرح هذه المبادرة تقريبا أكثر من سنتين، فما هي يعني آخر التطورات بشأن مبادرة الحزم والطريقة؟ طبعا عندما أطلق الرئيس الصيني شي جين بين يعني هذه المبادرة سارعت الكثير من دول العالم إلى التفاعل والتجاوب بشكل يعني كبير جدا مع هذه المبادرة. يعني مؤخرا أو خلال يعني الأيام القليلة الماضية أظهرت الإحصاءات الصينية أن حجم يعني التجارة بين الصين وبين الدول والاقتصادات الواقعة على طول الحزام والطريق خلال عام 2015 وصل إلى حوالي 995 مليار دولار أمريكي، وهذا يعادل حوالي 25% من إجمالي التجارة الخارجية للصين. كذلك أيضا خلال النصف الأول من عام 2015 يعني بلغ حجم الاستثمارات التي ضختها الشركات الصينية في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي. كذلك أيضا خلال نفس الفترة خلال النصف الأول من عام 2015 وقعت الشركات الصينية عقود لإنشاءات أو لمشاريع إنشاء على طول في دول على طول الحزام والطريق بلغت قيمتها حوالي 37 مليار دولار أمريكي. كل هذا يعني يدل على يعني مدى يعني التجاوب الكبير من قبل دول العالم مع هذه المبادرة الصينية. كذلك أيضا الصين الآن تتبنى مبادرة أخرى أو استراتيجية يعني أخرى، هي إقامة مناطق للتعاون الاقتصادي والتجاري في الدول الواقعة على طول الحزام والطريق. وحتى الآن يعني كما تشير الإحصاءات الصينية هناك الصين استطاعت إقامة حوالي 118 منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري في حوالي 50 دولة واقعة على طول الحزام والطريق. أيضا في فبراير من
يعني هذا العام وصل أول قطار بضائع من الصين عبر قزاقستان وتركمانستان إلى طهران أو إلى إيران، قاطعا مسافة حوالي يصل إجمالها أكثر من 10,000 كيلومتر. وكان هذا القطار محملا بالكثير بعشرات الحاويات من البضائع والسلع الصينية، وهو يمثل يعني نقطة يعني فاصلة على طريق إعادة إحياء الحزام والطريق. أيضا يعني من الأشياء يعني البارزة هو أن يعني موضوع مبادرة الحزام والطريق حاضر بقوة على يعني الجولات الخارجية للقادة الصينيين. شاهدنا يعني الجولة الأخيرة للرئيس شي جين بين في جمهورية التشيك. خلال هذه الزيارة لجمهورية التشيك وقع الرئيس الصيني مذكرة تفاهم مع جمهورية التشيك لتعزيز التعاون بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق، وجعل التعاون بين الجانبين يعني في إطار هذه المبادرة. الصين في الحقيقة تهدف إلى التعاون مع جمهورية التشيك وجعلها بوابة يعني للأسواق الأوروبية. فهذا يدل يعني على الاهتمام الكبير من قبل القيادة الصينية بمبادرة الحزام والطريق، ومدى الدور الكبير الذي يعني ستلعبه هذه المبادرة في تنمية الاقتصاد الصيني وفي مساعدة الشركات الصينية للخروج إلى الأسواق الدولية. نعم، وأيضا يعني أستاذ كما يعني نعلم أن قام الرئيس الصيني في يناير الماضي بزيارة السعودية ومصر وأيضا إيران، فكيف ترى التعاون الصيني مع الدول العربية وأفاق في ظل السياسات الاقتصادية الصينية الجديدة؟ نعم، هو التعاون بين الصين والدول العربية هو تعاون يعني تاريخي. نعم. ويعني في السنوات الأخيرة استطاع هذا التعاون أن يحقق يعني قفزات كبيرة جدا. في الحقيقة يعني حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية نما خلال الأعوام القليلة الماضية بمعدلات كبيرة، يعني وصلت في بعض السنوات إلى حوالي 30%. أيضا يعني حجم التبادل التجاري بينهما وصل في عام 2013 إلى أكثر من 240 مليار دولار أمريكي، وهناك توقعات بأن يصل حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية بحلول عام 2020 إلى أكثر من 600 مليار دولار أمريكي. الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية حاليا، والدول العربية هي سابع أكبر شريك تجاري للصين. يعني في ظل السياسات الجديدة التي تتبناها الصين مثل مبادرة الحزام والطريق التي يعني نركز حديثنا عليها اليوم، في الحقيقة الدول العربية يعني تجاوبت بشكل كبير جدا مع مبادرة الحزام والطريق. ويعني نجد الآن أنه يعني في ضوء هذه الاستراتيجية تتعزز الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. فنجد مثلا أن هناك استثمارات صينية في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري في مصر في منطقة خليج السويس. نعم، وأيضا في ظل يعني السياسات الصينية الجديدة التي فتحت يعني السوق الصينية أمام القطاع الخاص من مختلف دول العالم، نجد أن هناك شركات يعني عربية استطاعت الدخول إلى الأسواق الصينية مثل شركة سابك وغيرها من الشركات. كذلك أيضا من السياسات الجديدة الأخرى هي مبادرة البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية. الدول العربية تفاعلت أيضا بشكل كبير جدا مع مبادرة الصين لإطلاق هذا البنك، وصارعت يعني عدة دول عربية للانضمام إلى هذا البنك مثل مصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات والأردن. فهذه يعني هذا يدل على أن السياسات الجديدة التي تتبناها الصين هي تلقى يعني إقبالا كبيرا من جانب وتجاوبا إيجابيا من جانب الدول العربية، ومن المتوقع يعني أو من المأمول أن تسهم هذه السياسات في تعزيز التعاون بين الجانبين في المستقبل بإذن الله. نعم، شكرا جزيلا أستاذ دسوقي على هذه التعليقات حول اقتصاد الصين في ظل السياسات الجديدة. أشكرك. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا معكم اليوم. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقتنا القادمة.